تحية طيبة مشاهدينا مجددا. أعلن الاتحاد الأوروبي إعداد وتسليم الصياغة الأوروبية النهائية من الاتفاق النووي الإيراني، موضحا أن القرار بإحياء الاتفاق النووي مرهون الآن بالعواصم التي تسلمت النص لتدرسه وترد عليه. إيران ردت مبدئيا مطالبة بوقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتها حول منشآت نووية سرية، وهو ما أوصله حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني لمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أما واشنطن فقالت إن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق نهائي في حال موافقة إيران على هذه الصيغة الأوروبية. أين تتواجد الكرة الآن؟ وماذا عن بعض الدول التي لطالما عبرت عن تحفظها حيال ما يجري في فيينا كإسرائيل؟ لا سيما وأن هذه المفاوضات لا تتطرق إلى باقي الأنشطة الإيرانية في المنطقة. نص نهائي عرضه الاتحاد الأوروبي على الأطراف المشاركة وليد 4 أيام من المباحثات التي استنفت مؤخرا في فيينا بين طهران وواشنطن والدول الكبرى. نص أكدت طهران أنه رهن المراجعة وأنها بصدد تقديم آراء إضافية عليه ترضيها، رغم تأكيد الاتحاد المتولي لتنسيق المفاوضات أنه لن يعاد التفاوض عليه. خياران في الأفق، على وقع تأكيد الاتحاد على عدم إتاحة التفاوض تربض أمام إيران وفق مراقبين، إما القبول بالنص المطروح وإما الرفض الذي سيعني لا محالة انهيار لجهود إحياء الاتفاق المتعثرة منذ حين. الجولة الحالية للمحادثات والتي حملت مسودة جديدة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يراها مراقبون حاسمة من جانب، ولكنها قد لا تختلف عن سابقاتها من جانب آخر بفعل التشدد الإيراني على مطالب محددة أبرزها ضرورة إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقضية المتعلقة بالعثور سابقا على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرح إيران أنها شهدت أنشطة نووية، فضلا عن إلحاح طهران على رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. أما التصريحات المنسوبة للأوروبيين فتكشف أن إيران تنازلت عن بعض شروطها المتشددة حيال تلك الأزمة، مما قد يعني وفق مراقبين اجتيازا لعقبة في غاية الصعوبة رافقة المحادثات على مدار كل الجلسات السابقة. الكرة في ملعب وفود التشاور التي غادرت نحو عواصمها، فهل تصلح طاولة فيينا الأخيرة ما أفسدته خلافات المتفاوضين؟ وخصوصا في ظل واقع مغاير فرضته متغيرات عدة على العالم، أبرزها حرب في أوكرانيا وبوادر اشتعال بين قطبي الشرق والغرب. حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور حسن مرهش خبير شؤون الشرق الأوسط، وينضم أيضا إلينا دكتور عنان وهبي وهو مستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ومن باريس جون بيير ميلاري خبير شؤون الشرق الأوسط. أبدأ معك في البداية سيد جون بيير، ماذا يعني الاتفاق أو الصياغة النهائية الأوروبية للاتفاق النووي؟ هل بتنا أقرب من حسم الملف سواء بالفشل أو النجاح أم ماذا؟ مساء الخير للجميع. هذا بصرح به السيد بوريل، ولا شك أن الوقت قصير الآن بعد 15 أشهر من مفاوضات وتوقف المفاوضات وإدعاءات وتصريحات إلى آخره. إذن الصيغة مثل ما قيل في تقديمكم هي الصيغة النهائية تقبلها الدولة الإيرانية أو القيادة الإيرانية أم لا؟ هذا هو السؤال، لأن الولايات المتحدة صرحت بأنها تريد أن تصل إلى اتفاق. يبقى أن مثل ما قيل كذلك هناك بعض المطبات أمام الوصول إلى الاتفاق، وهذه المطبات رفعتها
إيران، مثلا ربط الاتفاق بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية، وهو قرار لترامب لا علاقة له بالجي سي بي او اي. ثانيا اتفاقية الشمال المشتركة، نعم، هذا التحقيق الذي تريد الوكالة النووية العالمية القيام به لأن كذبت إيران فيما يخص بعض المفاعلات التي استعملت لتخصيب الأورانيوم. هذا بجانب الوضع الصعب في بعض البلدان التي تلعب فيها إيران دوراً. طبعا هناك نقاط إيجابية، مثلا تحسين العلاقات مع دول الخليج والهدنة التي مددت في اليمن، ولكن يبقى المسألة الكبرى الوضع العراقي وهو على كف عفريت. إذن من الضروري أن نصل إلى شيء إيجابي، ولكن هذا ليس مؤكدا. دكتور حسن، الكرة الآن في الملعب الإيراني، هذا ما قاله جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ماذا يعني هذا؟ هل هذا يعني بأن هذه بمثابة الفرصة الأخيرة؟ يعني هذا الاتفاق اقبلوه وارفضوه وسوف نقلب الطاولة ونحزم أمتعتنا ونرحل؟ يعني هذا بداية لا يخيف الإيرانيين، إذا أرادوا أن يحزموا نحن أعتقد الإيرانيين يستطيعون أن يساعدهم بحزم الأمتعة وكل يعود إلى دولته، وهذا لا يقلق الإيراني نهائيا. ولكن أعتقد الآن الكرة في ملاعب الجميع، لأن كل طرف من الأطراف المشارك في هذه المباحثات له دور وعليه أيضا مسؤولية. إذن اليوم اللاعب الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية التي خرقت هذا الاتفاق في عام 2018، والآن يعني هناك تصريحات كانت لبلينكين نوعا ما شبيهة أنه العودة ل 2015 مع 2015 مع بعض التغيرات بالنسبة لهذا الاتفاق. وأهم ما يهم الإيراني، يعني حتى الجانب الإيراني يتحدث على أنه هناك توصل إلى أو توافق على أغلب الشروط، ما عدا يعني كان هناك ثلاث أو أربع شروط أساسية في هذا الموضوع، وكل ما كانت تطالب فيه إيران هو أنه الضمانات ورفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وأيضا هناك شرط أنه للعقوبات الجديدة على روسيا أن لا تضم هذا الاتفاق، لأن هناك اتفاقيات أبرمت ما بين تركيا وإيران ومؤخرا وما بين روسيا وإيران والصين وإيران أيضا. فماذا بشأن كل هذه الأمور؟ أعتقد أنه هناك حلول، الكل الآن يعود إلى حكوماته لشرح هذا الأمور، وما تبقى لربما أيضا يجد لذلك حلول، لأنه هناك إرادة، يعني هناك إرادة من الجانب الأمريكي، هناك إرادة من الجانب الأمريكي، وأيضا الحديث عن أنه إيران كذبت في بعض المواقع أنه تخصب اليورانيوم، إيران تخصب اليورانيوم والكل يعرف أين هي تخصب، ولا يوجد ما تخفيه إيران وتتحدث عن هذا الموضوع علنا. يعني الموضوع الحديث عن إيران بأنها تختبئ وراء الغربال هذا غلط. إيران تصرح للجميع بشكل علني ماذا ما تفعله وتصنعه وتعرضه على شاشات التلفزيون ودون أن تهاب أو تخاف أو تخجل بما هي تفعله أو تصنعه. الآن على كل هذه الدول الكبرى أن تجلس تدرس هذا الاتفاق والعرض الذي ساهم فيه الأوروبي مساهمة كبيرة، والجانب الأمريكي أيضا كان له تنازلات، ما تبقى الحكومات تقرر ويعود المفاوضات النهائية. دكتور عنان، الخارجية الأمريكية قالت قبل قليل أن هناك فرص حقيقية للتوصل إلى اتفاق في حال وافق الإيرانيون، ونفس الشيء قال المبعوث الروسي. يبدو أن هذه الدول بالأخص حليف إسرائيل الأكبر والأهم ماض قدما ليسوا أبهين بالمخاوف الإسرائيلية التي لطالما تمسكت بها إسرائيل، ما رأيك؟ نعم، مساء الخير. طبعا من وجهة نظر إسرائيلية يعني هذا الموقف الأمريكي هو كذلك مكان لقلق يعني في مستوى الأمن القومي الإسرائيلي والإقليمي، لأنه أمريكا ولأسبابها
وأكثرها أسباب جيوسياسية واقتصادية عالمية، هي تريد أن تنتزع إيران من الصف الآخر وأن تعود إلى مناخ توافقي مع إيران، وهي يعني لا تنظر إلى عمق كل القضايا العالقة، يعني لدرجة أنه كان الكلام عن مبدأ الليس فور ليس، يعني الأقل تساؤلات ولن تطرح مواضيع جديدة لكي نصل إلى الصيغة التي ممكن يعني الأولى البسيطة من أجل الشروع فورا في اتفاق والعودة إلى المناخ التوافقي، إلا أن إسرائيل وحسب قراءتها هي تعي تماما، وهذه هي الرؤية الإسرائيلية، بأن إيران تراوغ عمليا وهي تريد في نهاية الأمر أن تستمر في تخصيب اليورانيوم، لأنه كيف يمكن أن يكون لهذا الاتفاق وزن عندما تقول إيران يعني بأنها هي لا تريد من الوكالة الذرية أن تراقب أماكنها، يعني إزالة الكاميرات، وأنه كل بحث بموضوع البقايا النووية في أماكن أخرى المتواجدة في إيران تضرب بها عرض الحائط، وبالتالي إسرائيل تقول للعالم بشكل بسيط في ظل هذه الظروف الحالكة عالميا، يعني عدم الاستقرار في العالم خاصة اقتصاديا بعد الكورونا والحرب في أوروبا، لا تسارع إلى الدخول في اتفاق دون أن يعني يتم إعطاء ضمانات للعالم لسلامة العالم بأن هذه الدولة التي تعتبرها إسرائيل دولة خطيرة ستكون مع قدرات نووية قد تهدد سلامة العالم بأكمله. هذا الموقف الإسرائيلي. سيد جون بيير، من جملة المطالب الإيرانية كما تطرق دكتور عنان هي وقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة، برأيك هل هذا أمر مقبول لدى الأطراف الأخرى المسؤولة عن المفاوضات؟ الخشية هي أن تتسرع إلى النهاية بعض الأطراف وتوفيه عن هذه القضية أو تضغط على الوكالة العالمية كي توفيه هذه القضية. الوكالة تتابع منذ سنوات الآن هذه المسألة، ولا شك أن لديها البراهين والحجج المقنعة لهذا التحقيق، لا أظن أن هي تلعب مع النار. فالرجاء من الإيرانيين أن على الأقل يحاولوا أن يرضوا هذا التحقيق، يعني الوكالة في موضوع هذا التحقيق، لأنه تحقيق مهم جدا بذاته. المشكلة أنه أتى قبل ربما تقدم مهم في المفاوضات، ولكن لا ربط بين المفاوضات والتحقيق، كما ربط بين هذه المسألة ومسألات الحرس الثوري. إذن يعني المشاهدون يتمنون أن لا يضيع هذه الفرصة، ولكن ليس على حساب التحقيقات الرسمية لوكالة محترمة تعمل في إيران منذ سنوات عدة. دكتور حسن، تطرق سيد جون بيير إلى نقطة أحب أن أستوضحها أكثر، قال هناك مسائل ليست تماما مرتبطة بالاتفاق، يعني هل يمكن أن نضع هذه المسائل كالحرس الثوري وقائمة ما يسمى بالإرهاب جانبا من أجل التقدم والتوصل إلى هذا الاتفاق وتمضي جميع الدول قدما في المصالح المشتركة؟ يعني من مصادر الموضوع حرس الثوري تم دراسته مع المبعوث الأوروبي عندما زار طهران، ومن مصادر دبلوماسية إيرانية تحدثوا عن هذا الموضوع أنه وجد حل لهذا الموضوع وهو لن يكون عائقا بالتوصل إلى اتفاق، ولكن من يعرف المحادثات وعندما تدخل إلى محادثات يقوم بتصعيد السقف لكي تصل بالآخر للنتيجة التي أنت تستطيع أن تتعايش معها مع الطرف الآخر. هذا طبع كل محادثات في العالم، كانت سياسية أو حتى اجتماعية وإلى آخره.
باعتقادي أنا في هذه الزيارة، وهذا ما شجع الإيراني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والبدء بها، ونحن نرى النتائج بأنه هي تتقدم. ولكن دائما يعني على سبيل المثال لو أعطينا مثلا سياسي بسيط، أردوغان زار السيد الرئيس بوتين بسوتشي واتفقوا بأن لا تكون حرب على شمال سوريا، اليوم يقول علينا أن نكون في منطقة أمنة 30 كيلومتر في الداخل السوري. يعني هذا يعني تصريحات للحصول على شيء ما دائما بالمحادثات. موضوع الحرس الثوري هو أعتقد أنه محلول والحل مقبول على كل الأطراف، وسواء رفع من قائمة الإرهاب أو لم يرفع من قائمة الإرهاب، الحرس الثوري لم يتضرر وهو قادم في عمله. يعني بلاش يزوروا باريس ولا يجوا على برلين، يعني مش هاي راح تكون المشكلة بالنسبة لهم اللي عايش صار له 40 سنة بالحصار ولم يخرج داخل، هاي بيشتغلوا داخل إيران يعني ما في مشكلة. وقت ما حدا منهم يريد أن يذهب إلى أي دولة هو يستطيع الذهاب والعودة. أما بالنسبة لما تفضل فيه ضيفك دكتور عنان، يعني كيف تستطيع أن تطلب من الجانب الإيراني أن يفتح الكاميرات وأن يتعاون مع المسؤولين في الطاقة الذرية في الوكالة والكل خرج من هذا الاتفاق، عندما لا يوجد اتفاق على الجانب الإيراني أن لا يخضع أيضا لأي شروط ضمن هذا الاتفاق؟ هذا العرف الدولي والعرف العالم والخبراء كلها هي تعرف ذلك. عندما زار رئيس الوكالة الذرية إسرائيل وإسرائيل لا تعترف بالوكالة نفسها وأتى إلى الزيارة هنا وبعدها أخذ قرار ما يعني يصب في مصلحة إسرائيل، كيف تريد الجانب الإيراني الذي هو الأساس في هذا الاتفاق وفي عداء بينه وبين إسرائيل أن تستمر أغلقت الكاميرات لأنه هو أصبح شخص غير موثوق فيه؟ فكل هذه الأمور لا تستطيع، عندما تريد أن تتحدث في أي أمر وحلول عليك أن تأخذ كل الأطراف، وعندما لا يوجد أي اتفاق أنا لا ألتزم به إذا ما أربع دول أوروبية لم تستطع أن تقف في هذا الاتفاق، وعندما انسحب ترامب جمدت كل هذه الدول ولم تستطع تتقدم خطوة بالهذا، إذا ما لهم ولتوقيعهم أي قيمة. نعم دكتور عنان، سمعت ما تفضل به دكتور حسن، هذه نقطة مثيرة ألا وهي ربما كل الأطراف توصلت إلى صيغة مشتركة حول كيفية التعامل مع الحرس الثوري الإيراني حتى لو بقي في قدر الإرهاب ربما لن ينسوا به، هذه نقطة. نقطة ثانية، بحديثك عن المناخ قبل قليل، ألا يبدو لهذه الأطراف الأوروبية والأمريكية أن إيران لربما غير معنية بالعودة إلى هذا المناخ، خاصة في ظل قمة طهران التي شاهدناها قبل مدة والتي بدت أنها كيف تقترب أكثر فأكثر من روسيا؟ نعم، يعني لا شك بأنه السياسات الآن في العالم تحاك من جديد، وأنا يعني على المستوى العالمي على المستوى الإقليمي، وربما هناك حسابات جديدة وترتيبات جديدة وقد ترسم ترتيبات سياسية يعني جديدة لها منطق جديد، وبالتالي إيران قد تكون جزء من اصطفاف جديد عالمي يعني اقتصادي له وزن اقتصادي مثل الصين وروسيا، وربما الفكرة الغربية بانتزاعها إلى مناخ توافقي مع الغرب يعني بكل ثمن هو نوع من لعبة يعني سياسية عالمية قد تتغير أمامنا ويتغير المشهد. وأنا أوافق مع الدكتور حسن بأنه يعني ما يصرح به من اتفاقات الآن في كثير من الأحيان ليس له الوزن الحقيقي، فنعود إلى قراءة النوايا، يعني كيف نستطيع هنا أن نكون يعني نحترم هذا الاتفاق براحة وباستقرار عندما نعي بأنه إيران تستعرض كل يومين يعني قدراتها الباليستية الصواريخ، وكل يومين تقوم بالتصريح بأنها ستزيل دولة إسرائيل عن الخارطة، وهنالك تهديدات للأمن القومي السعودي وتفعيل القوى الحوثية في اليمن ونشر طبعا قواتها في داخل العالم العربي، وهذا تهديد للاستقرار الإقليمي بالكامل. وإسرائيل كانت قد عرضت يعني أو استعرضت الكثير من المعلومات الاستخباراتية عن هذه التحركات أمام العالم، ولكن يبدو بأنه الآن المصالح العليا هي أكثر يعني اقتصادية، استقرار الاقتصادي والأمن الاقتصادي للدول،
عوضا عن طبعا الامور العالقه هنا في الشرق الاوسط. وهذا الاختلاف تشهده اسرائيل وهي تاخذه في الحسبان. وبالتالي الموقف الان حساس ويجب يعني تداول هذه التداول مع هذا الامر يجب ان يكون بمسؤوليه فائقه. وربما هذا التصارع الى الشروع في اتفاق جديد قد يكون خطيرا وقد يكون حل يعني ياتي باستقرار ما اذا ما حافظت الوكاله على قدراتها باستمرار الرقابه الداخليه في داخل ايران. نعم سيد جون بيير، الطرف الاوروبي او الاوروبيين والامريكيين تجاهلوا إلى حد ما المخاوف الإسرائيلية والاتصالات التي لطالما جرت وزيرات، مفضلين المصالح الاقتصادية، وكما تفضل الدكتور عنان أن تكون إيران جزء من حل المشكلة الاقتصادية بما أنها دولة لديها الغاز الطاقة. هذا هو الاعتقاد السائد هنا كما تفضل الدكتور عنان، ما رأيك؟ بكل بساطة الموقف الإسرائيلي لا يمكن لدولة أوروبية تغييره. يعني هو مثل ما قال الضيف الكريم السابق هو موقف يعتمد للأسف على حجاج ملموسة على السياسة العامة للدولة الإيرانية ضد إسرائيل من حيث المبدأ وليس لاعتبارات أنية قد تتغير. هناك إذن موقف صارم ونهائي أو يبدو نهائيا للدولة الإيرانية ضد إسرائيل. فلا أظن أن الدول الأوروبية ومثلا فرنسا يمكنها أن تغير هذا الواقع. ولقد دار مناقشات بين لابيد وماكرون قبل قليل، فلا شك أن هذا الموضوع دخل في الحسبان. ولكن مهما يكون من أمر المفاوضات على الجي سي بي واي، يبقى السؤال المهم هو هذه التهديدات الإسرائيلية أو هذا الوعيد بقصف البرنامج النووي الإيراني في وقت قريب. أما فيما يخص الاقتصاد، أريد أن أذكر أن قبل أسبوع الخارجية الأمريكية زادت تضييق الخناق على شركات مرتبطة بإيران تعمل في الإمارات، في ماليزيا، في هونغ كونغ، في سنغافورة. يعني وضعت الولايات المتحدة مرة أخرى كل ثقلها في العقوبات الاقتصادية. فلا أظن أن إيران يمكنها أن تستغني عن إفراج في الموضوع في المجال الاقتصادي. والقمة مع إردوغان وبوتين كان في نظري محدود. يعني بوتين له مشاكل كبيرة في غزوه لأوكرانيا، فأظن أن إيران تفهم فهما تاما أن لمصلحتها أن تحل المشاكل الاقتصادية وفي هذه السنة وليس في 10 سنوات. دكتور حسن، أيضا لا يخفى على إيران أن إسرائيل لطالما أكدت أنها غير ملزمة بأي اتفاق وبما يجري من محادثات، ورأت كيف تستعد إسرائيل لشن ضربة ضدها. يعني شوف الازدواجية وشوف المحللين الغربيين والإعلام الغربي كيف يحلل الأمور، يأخذ التهديدات الإيرانية في عين الاعتبار ويتحدث بها ويزيدها زخما ولتأثيرها على الرأي العام، ولكن إسرائيل عندما تهدد في ضرب إيران وقصف إيران وكل القتلى التي تقتلهم في إيران، الغرب يصفق كما حصل عند أطفال سوريا عندما كانوا يقتلون، وطفلة من 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 أوكرانيا ذات العيون الخضر، وأنا لا أقلل لا بهذا ولا بهذا، قامت الدنيا وقعدت وأن روسيا اليوم أصبحت عدو للشعب الأوروبي، مع العلم أنه هي أنقذت أوروبا على مدار العصور القادمة 3 مرات، هي كانت الحامية لأوروبا، ولولا روسيا لم تكن أوروبا اليوم. ولكن
هذا النظر إلى جانب واحد وطرف واحد هذا هو المشكلة في عينها. عندما ننظر لا ننظر للتهديدات الإسرائيلية المزمنة، يصنعون الأسلحة المتطورة يستخدمونها، يعني إيران لحد اليوم تصنع ولم تستخدم، لم تستخدم ضد أي دولة في الإقليم، ولكن وعندما تأتي الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الأوروبية ويأتون بالإرهابيين ويجذبهم بالعراق وبسوريا وباليمن وبليبيا وبكل هذه الأمور، هذا مصرح لهم وباستطاعتهم أن يفعلوا ذلك. عندما إيران تقوم لنجدة هؤلاء المظلومين في دولهم هذا تهديد إلى الأمن. إذن هناك ازدواجية، يعني بات كل شخص بالعالم يفهم هذا، حتى يعني الأفضل لكل هذه المحللين والإعلاميين أن يقفوا وقفة منصفة أقل ما فيه، هذا ما هو مطلوب. أشكرك دكتور حسن مرهش، للأسف انتهى الوقت. أشكركم جميعا، دكتور حسن مرهش خبير شؤون الشرق الأوسط، وسيد جون بيير ميلالي خبير شؤون الشرق الأوسط أيضا من باريس، ودكتور عنان وهبي المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. شكرا جزيلا لكم جميعا مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام نشرة هذا المساء. شكرا طيب المتابعة، في أمان الله.